خدي. لحظة، الكل يسمعني لو سمحتوا، في شي مهم كتير وبدي أقوله قدامكن. صدقوني كنت ناوي أحكي من زمان، بس الله يسامحها فدية هي اللي منعتني. لك أنت شو هذا اللي عم تحكي؟ لهون وبس فدية، ما عاد فيك تمنعيني. بدي أحكي. لأيمتى رح نخبي الموضوع لأيمتى؟ وليش لنخبيه؟ ما نحن حبينا بعض والحب مو عيب. أنت كذاب، والله العظيم عم يكذب عليكم. صار له فترة طويلة عم بيدايني، والليلة بالذات كسرني الدواء على الأرض. والله العظيم أنا عم بحكي الحقيقة. بكفي، صار كل شي واضح يا أمورتي. لأمتى رح نضل نتحجج بس؟ ليلي لأمتى؟ الكل يسمعني منيح، كل ليلة بتيجي فدية لعندي لتشوفني، بس بهي الليلة لأنكن حبستوها بالأوضة نطت من الشباك من شاني، كانت مستعدة تخاطر بحياتها لتشوفني. طيب بلكي صار لحبيبتي شي. خراس ولا؟ خراس، حاجتك كلام فاضي، انت ما بتستحي؟ يلا روحوا، الكل يرجعوا على بيوتهم. يلا هاي مانا فرجي حتى تتفرجوا، ما بدي شوف حدا هون، الكل على بيته. يلا يلا امشي، وانتو كمان ورجونا عرض كتافكن. يلا عمي، يلا انا رايح. يلا عمي، بس لحظة شوي، لحظة شوي. هلا صرتي إلي، سمعتي منيح؟ من اليوم صرتي بقفصي أنا وبس. وحطي هالشغلة اللي رح قلك ياها حلق بإذنك، وما تنسيها بنوب فدية. إذا ما كنتي إلي لوحدي، ما رح أسمح لك تصيري لحدا تاني غيري أبدا. بخاطرك تصبحي على خير. والله ما رح تصدق، عيونها كبار كتير، بس شوفها مرة تانية رح اسلك ياهن. عيونها مثل البحر، صافية ونقية. ومين هي البنت؟ بصراحة ما قالت لي شو ما شو بيعرف اسمها. شو اسمها؟ صح جسمه قوي كتير، بس عقلاته خفافه على قدن. ما رح يتذكر اسمها للبنت، بس رح يسرعنا وهو عم يمدح فيها. أنا ما بعرف اسمها، بس بعرف وين ساكنة. ساكنة قريبة من القصر، بس تلف على اليمين رح تلاقي بيتها، ما بيضيع حدا، رح لاقيها وجيبها لهون. يا ولد، إذا بدك تتعرف على البنت بهالطريقة هي، بدك تاكل قتل كتير. وساعتها ما تفكر إنه نحميك، لأنه رح نصير مضحكة لحنا. هلا يا ابني، أنت متأكد إنه هالبنت هي منيحة كتير يعني؟ طبعاً متأكد إنها منيحة، بنت بتجنن، بنت كتير حلوة وبريئة كمان. بس لو إنك تسمع وهي عم تحكي عن حبها لأمها وخوفها عليها، وبعدين بذكر حكيت لها عن الطيبة والحنية اللي عند أخي ساهر، وما صدقت إنه ما عنده مانع، فقرصت حالي، خفت إني كون عم أحلم. اللي بكل صدق، بزمن مثل هالزمن فيك تلاقي مثل هيك بنت؟ إذا من أول مرة شفتها فيها طيرت لك عقلك وجننتك كل هالقد، معناتها إنه شينو لقى جوهرة حقيقية ونادرة، ما هيك؟ وما بقى غير إنه نشوف هالجوهرة ونعرفها عن قريبة. صدقوني رح تعرفوها، رح تعرفوها، وبكرة رح تشوف كيف إنه هالجوهرة الحلوة رح تنور حياة أخي ساهر. طيب ماشي، روح هلأ ارتاح. ماشي خالتي، تصبحوا على خير. وإنت بخير. شو رأيك إنت؟ معقول نكون وصلنا لغايتنا؟ من وقت ما أجينا على هالضيعة الحلوة هاي، وأنا متأكد إن لحلاقي بنت مناسبة لأبني. شو صار لك؟ حاسس بوجع شي؟ اطلب لك الدكتور. طيب؟ أنا منيح، بس ما بعرف قديش رح أعيش، ما بعرف إذا رح لحق شوف ساهر هو بتياب العريس قبل ما Thank you.
اسمعني منيح، لازم نحكي عن شالو كلام يخليهم يحبوها وما يقدروا يتركوها. عم تفهم علي مو هيك؟ ايه. اهلا وسهلا. مو معقول يا مدام تعذبي حالك، نحن مو جايين لحتى نتضيف. اهلا. لا ما في عذاب، انتوا مو غرب. اهلا وسهلا فيكم. برا شوب كتير، تفضلوا اشربوا العصير. ماشي. ارتاح. مرحبا، كيف الصحة؟ اهلا وسهلا. كيف الحال؟ معقول يكون في حدا مو منيح وعنده مشاكل وانتوا هون؟ اللي يا هادي. مرني معلم. اليوم الصبح نزلت اتمشى بجنينة وما عجبني اللي شفته. كأنه السقوفة بجنينة الورانية تعبانة وصار بدها ترمين. معلم، أنا عم نفذ أوامرك بالكامل، وبآخر مرة إجت سندورة فيها قالت لي إنه ما في داعي نحط مصاري وتكاليف على هالخرابة القديمة. يعني بسيطة، انسى الكلام اللي قالته. بدي قصري هذا يترمم ويرجع لمجده، يرجع أحسن من الأول. ما بدي قصر أجدادي كأنه شقفة خرابة ما بنعاش فيها. بأمرك معلم. تفضلي مدام، دوقيها الحلو. هدول عملتهم بنتي شالو الحلوة. تفضلي. تفضل أنت، خد ضيفه. تفضل معلم. طيبي. ما شاء الله مبين على شالو شاطرة كتير بالطبخ. امبارح ساوت خضرة كتير طيبة. كمان شالو شاطرة بكتير شغلات، مو هيك هادي؟ ايه. بس بدي اسأل سؤال، هلأ في حدا غيركن ساكن على يمين بيتكن شي؟ لا ما في. ليش؟ اسمعنا، في بنت حلوة كتير ساكنة قريب من بيتكن، وسمعنا كمان عن هالبنت إنها محترمة ومن عائلة طيبة وأخلاقها عالية. ايه اكيد اللي حكوا عنه كانوا قصدهم بنتي شالو. ما هيك؟ ايه طبعا اكيد، ما في غير بنتنا شالو. يعني وين ما اطلعتوا يمين ولا شمال ما راح تلاقوا غير بنتنا شالو. ايه لكان. طيب امبارح المساء طلعت بنتك شي؟ ايه امبارح ايه طلعت، اكيد طلعت. بنتي ما شاء الله عليها على طول مشغوله، اكيد راحت تشتري شويه خضره. بدي اسالك، البنت عيونها شو القصة يا جماعة؟ اسمعوا، نحن حابين نتعرف على بنتكم شالو، إذا ما عندكم مانع حابين نشوفها قبل ما نشوف غيرها، وياريت كمان يكون هالشي اليوم بالذات. ممكن؟ شوفي بس ما نكون غلطنا بالكلام. لا مدام ابدا ما غلطتوا ابدا، زيارتكم شرف كبير لنا وان شاء الله يكون فال خير علينا. نحن محظوظين بمعرفتكم وفيكم تشرفوا باي وقت، البيت بيتكم، بتشرفوا على بيتكم. واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. بالاذن معلم. بالاذن. خاطركم. خاطركم. ما قلت لك انه رح تتعرفوا على هالجوهره؟ صدقة وأخيرا رح أتزوج. إذا رح تضلي هيك تنطي مثل المجنونة أكيد رح يجوا يربطوكي بحبلة ويزتوكي برات البيت. تعي تعي. اسمعي، لازم تساوي كل شي بلك يا لازم تخليهم يحبوكي كتير، وانتبهي ما تكتري حكي مثل العادة وما تفتحي تمك إلا إذا هني سألوكي. رح تشوفي شطارة بنتك وشو رح أساوي، ورح أجذبهم كلياتهم. ماشي. شو بكم؟ مالك؟ شو مالك شايفة؟ لعمة كل الوقت بتضلكم دايرين بالبيت مثل العميان؟ اسمعوا منيح شو بدي قلكم، ما بدي تسودوا وشي قدام الضيوف وتقصروا بالشغل ابدا. هو فدية جهزت الضيافة. اياكي تقولي انه فدية هي اللي عملتهم، وبس يسألوكي بتقولي انه شالو هي اللي ساوتهم. وانتبهي منيح، اوعك تخلي بنتك تطلع لقدام الضيوف حتى لو شو ما صار. استني شوي. مامي تعرفي لي وينه فستاني الأحمر ببين فيه نحيفة؟ فدية؟ مو على أساس أخذتي لتغسليه؟ مبارح بالغلط نسيت الفستان هنيك. مامي يا ربي، ليش ابتليت بهيك بنت تافهة وما بتفهم؟ شو رح ألبس هلأ؟ كل فساتيني ببين فيهن سمينة.
لكن ايش لساتك واقفه؟ يلا نقبري روحي مثل الطير جيبي الفستان. يلا روحي جهزي حالك لبي ما ترجع. وانت حضرتك ليش حاطط ايدك على خدك مثل يلي شايل الدنيا على ظهره؟ اه مو هيك، بس انا كنت عم فكر انه البنت اللي كان السيد والمدام عم يحكوا عنها ما تكون شالو. معقولة يرفضوا البنت من بعد ما يشوفوها؟ لك آخ، ولي على حظي الأسود، ولي بدك تضلك هيك؟ بدك تعرقلي كل شي عم بعمله؟ أنا بعرف يا زكي إنه ما عم يحكوا عن شالو، بس شو يعني هالحكي؟ أنت شايف بنتك أقل من غيرها شيء؟ أو بلكي قصدهم فدية. رجعت تنق وتتعب لي راسي؟ ولنفترض إنه المقصودة فدية، شو يعني؟ هي ما رح تسترجي تتدخل بهالزواج، وإذا فكرت مجرد التفكير إنه تتدخل وتفركش لي جوازك بنتي وحياتك لخليها تدفع الثمن غالي كتير. جبت لك الفستان هنيك. شو صار؟ ليش أنت اليوم زعلانة على غير عادتك؟ القصة مو هيك يا حكيم. أكيد، لكن ليش يا بنتي ما صليتي مثل كل يوم؟ في شي مخليكي زعلانة مو هيك؟ يا بنتي صلي للرب أكيد بترتاحي، ما في غير الصلاة بتهون عليكي. تعالي صلي. شو صار لها؟ ليش وقفت السيارة هيك فجأة؟ تعرف؟ لأنه مرقنا من قدام دار الصلاة وما فتنا وطلبنا من ربنا أنه يوفقنا بمشوارنا. ليش تأخرت بنتك كل هالقد؟ الجماعة صاروا رح يوصلوا وحضرتها لسه لهلأ ما جابت الفستان. معقولة هالملعونة تكون عم تصير مع هالأزعار؟ والله لو كان اللي عم فكر فيه مظبوط لحتى ورجيها كيف بتصيع وما تسمع الكلام بالحرف؟ وحياتك لسود لك العيشتها بعد هاليوم هاد. يا رب دخيلك ساعدني وساعد أمي، لأنت رح تضل تتعذب هيك. ما عاد فيني أتحمل شوفها وهي عم تتعذب. أنا ما بدي شيء إلي، بس بدي شوف أمي فرحانة عطول. ولي على حظي إذا شافها هلأ رح يعرفها وساعتها كل تعبي رح يضيع. مين بتكوني يا بنتي؟ حابين نتعرف عليكي، هذا سيد راجاف وأنا بكون مرته. مين بتكوني أنتي؟ يا ربي شو هالصدفة الحلوة اليوم. أنا بحمد الله وبشكره من كل قلبي. بصراحة أجيت لهون لحتى أدعي لشالو، وكتير انبسطت أني شفتكن هون، وهي إشارة خير على أنه رب العالمين رح يوفقنا بهالجوازة هي. وقفنا أنه السيارة تعطلت وشفنا هالبنت الحل. أي بنت؟ مو شايفة في بنت هون؟ ها؟ خلونا نصلي وندعي لرب العالمين إنه يجمعنا سوا تحت سقف واحد. تفضلوا يلا يلا. وانت هون يا ابني تعال صلي معنا. ليش ساهر ما اجى معكم؟ بصراحة هو تعب لهيك ما قدر يجي. سلامته، ان شاء الله عدوينه يا رب. شو صار له هو؟ ما في شيء منه، تعب شوي لانه تغير عليه الجو مو اكثر. ما في شيء بخوف. هيما وينكو شال يا طيب؟ لك وين؟ مرحبا. اهلا وسهلا، الله يطول بعمرك. كنت لسه عم بسأل هيما عنك. كوشاليا وين بنتك الوحيده؟
هي أكيد بتكون طلعت، لأنه هي قليل ما تقعد بالبيت. تفضل ذوق الفطاير المقلية. تفضل تفضل هدول شغل إيدين بنتي. تفضلوا تخيلوا يا جماعة، إذا الأكل عفن ببيت حدا من الجيران بينادوا لبنتي شالوه لحتى تلمسه، لأنه لمستها بتخلي السم يصير عسل. يا ريت تندهي لبنتك، نحن كتير حابين نشوفها. وما بيهمنا غير إن تكون مت. بيقولوا بالليلة اللي خلقت فيها بنتي وقعت نجمة مضيئة كبيرة من السماء، وكمان مكتوب ببرجها إنه البيت اللي بدها تصير فيه رح يضل عمران بالفرح وبحياته ما يعرف الحزن. صدقوني بنتي محظوظة كتير. يا بنتي بصراحة بعد ما دقنا أكلك الطيب وشفنا شطارتك بشغل البيت، بس برأيي هالشي هاد ما بيكفي. لهيك بدي أسألك، يا ترى أنت عندك هوايات بتحبي تساويها؟ أي أنا بحب أحضر أفلام سينما كتير. أنا بحب شاروخ خان، سلمان خان، وأمير خان، وزايد خان، وكمان فيروز خان. على فكرة بنتي صوتها كتير حلو. تخيلوا بس تبلش تغني العصافير بتترك على شاشة وبتجي وبتوقف على شباك بيتنا لتسمع صوتها. بنتي سمع للضيوف صوتك. يلا هلأ بتسمعوا الصوت الحلو. خليني شوفك لحظة، خليني شوفك لحظة، خليني شوفك لحظة، تعا مرة واحدة، تعا تعا تعا، خليني شوفك لحظة. بس يا بنتي بكفي بس، عن جد كتير حلو. بنتي قدمي شاي للضيوف. مو هيك صبي الشاي بالفنجان يا بنتي. خير؟ صار لك شيء؟ لا لا أنا بخير، بس لازم غسل ثيابي حتى ما تتبقى. وين بيكون المطبخ؟ اتفضلي. اتفضلي من هون. نبهت علي انه ما يشوفوني ابدا، منيح اللي شفتهم وطلعت بسرعه قبل ما ينتبهوا علي. بس لوين بدي اروح؟ احكي مع الحكيم ليحدد موعد العرس. نحن رح نرد لك خبر. بارك البنت قبل ما تروح، وإلا ما بتقدر تنام طول الليل. بنتي يلا. أوفو. الله يوفقك يا بنتي ويسعدك.
مع السلامة. اسمعني منيح. ايه. وصي على كمية حلو كبيرة واعتبر إن الزواج تقرر ومشي الحال. رح وزع حلو على كل أهل المنطقة. بترجاك ما تتضايق، بعترف إني غلطت بس بوعدك إني رح لاقي البنت المناسبة. يا شينو، فيني أقلك إنه صار عندي تصور كامل للعروس يلي بتناسب ابني ساهر. بنت حلوة ومتعلمة وصادقة وطيبة، يا ترى وين ممكن نلاقيها؟ شو هالحكي هلا؟ أكيد ما خلصوا البنات، لأنه إلا ما تلاقي البنت اللي بتريح ساهر واللي بتكون من نصيبنا إن شاء الله. شفنا كل البنات اللي أسمائهم موجودة بالقائمة وحتى البنات اللي دلنا عليهم الحكيم، بس ما لقينا ولا بنت بتناسب ساهر. وين ممكن نلاقي بنت مرباية أحسن ترباية؟ يعني بتعرف شو؟ خايفة نضطر نقدم تنازلات كتيرة. والله بعرف يا أمه، بس للأسف ما ضل قدامي وقت طويل، ما بقدر أخلي مستقبل ابني لعبة بين إيدين سندورة. بتعرف شو ممكن يصير وقتها؟ روق، هلأ بتتعب مرة تانية، حاجة تحكي بالموضوع إن شاء الله خير. أنت بردان شي حبيبي؟ لا أنا منيح هيك، متعود على هالمكان هاد من لما كنت ولد صغير، ما رح يصير لي شي. بتعرفي أنا بس إجي لهون بحس براحة نفسية كتير كبيرة. معك حق. ليك شوف، قربنا كتير من الشط، شايف؟ لو سمحت يا أخ، خدنا لعند الشط لهنيك، بدنا نوقف هنيك شوي. بيقدروا يتركوا بعضهم، كيف ممكن ينكسر الحب الأبدي؟ يا ربي. هلأ كيف بيقدروا يتخلوا عن بعضهم بسهولة؟ كيف بينكسر الحب الأبدي بلحظة واحدة وبسهولة؟ هنن دائماً مع بعض ورح يبقوا طول العمر سوا، ولا حدا منهم بيقدر يعيش لحاله. فيديا فيديا وين رحتي؟ عنواني فيديا. فيديا يا ربي دخيلك، شو هالمصيبة اللي عندي؟ وين كنتي مختفية لهلأ؟ فيكي تقولي لي مين بده يساوي حلو المربى والوقت عم يسرقنا سرقة؟ يا عديمة الإحساس، ما بتعرفي إنه شالوه لازم تتجهز وتستعد مشان تروح لبيت السيد رجاف وتقعد مع ساهر؟ بس طبعاً هالشي ما بيهمك أنتي. لك أنتي ليش عم تبحرقي فيني هيك؟ مفكرة رح يتغير حظك الأسود إذا فتحتي عيونك وبحلقتي فيي هيك بحلقة؟ أنتي مين عم تستني لحتى يجي يتزوجك حبيبتي لا تكوني ناطرة شي أمير لحتى يجي يطلبك للزواج يعني؟ انتي؟ يا ميت اهلا وسهلا، وينك شالو؟ وينك هادي؟ اسمعني إيه؟ السيد رجاف ومدامته عنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكن. ليش لساتك واقفة هون؟ روحي جيبي ضيافة للضيوف بسرعة. لا لا ما في داعي، نحن ما حنشرب
حتى كاسة مي واحدة ببيت كنتنا هالحلوة هي. شو قلت معلم؟ بس ما أكون عم أحلم وعم أسمعك غلط. لا تماماً مثل ما سمعت، نحن أجينا لنطلب إيد بنتكم لأبنا. مدام كوشالي بصراحة نحن أجينا نطلب إيد بنتك المحروسة فدية لأبننا ساهر. وإن شاء الله أنت يا بنتي بتلتقي بابن الحلال اللي بيناسبي وبتتجوزي عن قريب إن شاء الله. شو علي؟ ما في فرق بين البنات؟ يعني مو معقول البنت الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة؟ أختي ألف مبروك. ابتسامتك حلوة مثل وشك الحلو. رح نجي ونجيب معنا الهدايا. بتمنى شوفك عروس لساهر عن قريب وتجي تعيشي معنا. الله يوفقك. ماشي يا بنتي، موفقة بالإذن منكم. ما بعرف بالضبط شو سر هالبنت، شفناها بس مرتين وحكينا معها مرة واحدة بس. بتعرفي في صوت عم يقول لي من جواتي إنه هاي هي هالبنت يلي رح بتكون عروسة ابني. بس شفت عيون هيما؟ إيه؟ ليش؟ ما حسيت عليها إنه تضايقت وانزعجت كتير؟ لك انتي كيف بتسمحي لحالك انك تجي وتوقفي قدامهم يا حقيرة؟ هيما ليش بدك تفشي خلقك بالمسكينة؟ هي ما سوت اي شيء. ايه ما عملت شيء، لانه العصفورة الصغيرة تبعك طارت وراحت خبرت السيد ومدامته انه يروحوا لهنيك ويصلوا، وبالصدفة يشوفها لفدية اللعينة هنيك. شلو مسكينة يا فدية، مع إني نبهتها وقلت لها رح تصيري مدام راقاف مشان هيك ما تطبخي بنوب، بس لا ما سمعت كلامي والمسكينة قامت تطبخ ويا حرام احترق وشها. شو رأيك بهالخطة؟ حلوة كتير مامي. هلا رح نشوف كيف رح يرجعوا يتطلعوا بوش عروستهم وكيف رح يقبلوا يتطلعوا بوشها المحروق على الأخير. هذا بيتنا نحن، بيت زوجي أنا، هاد بيت أبوها لفدية. عشنا نص عمرنا مثل الخدم عندك وتحملنا ظلمك وتحملنا كل اتهاماتك الكاذبة، ومع هيك ضليت ساكتة بس كرمال فدية. قلتي لها ما تطلع قدام الجماعة وهي نفذت. طلبتي منها تبعد عنهم وما تشوفهم وعملت هالشي، بس ما فيكي تتحدي القدر. مفكرة انك رح تمنعي نصيبها؟ خلصنا بقى، انا ما رح اسكت لك على قسوتك وظلمك من بعد اليوم، فهمتي؟ ما رح اسكت، انا ما عاد اسكت لك ابدا. يا
ولك الله يلعنكم. نلعوا من هون، ما بدي اشوفكم بهالبيت، عايشين ببيتنا ولا عم تشوفوا حالكم علينا؟ لكن نلعوا عم قلكم نلعوا، ما بدي اشوف وشكم هون. قومي يا بنتي. هيك الواحد بيعامل الناس؟ من شوية كنت عاملة حالك مبسوطة بهالزواج، شو اللي صار لك هلا؟ نسيت جزداني هون، مشان هيك رجعنا. منيح اللي صار هيك لنشوفك على حقيقتك. لو سمحتي اسمعيني شوي. أنا أنت اسمعي هالكلمتين. فيديا عن قريب رح بتصير مرت ابني، كنتنا يعني. يعني رح بتصير من أسيادي. ومن هون رايح لازم تتعاملوا مع فدية مثل ما بتتعاملوا مع الأسياد. بس خليني فهمك يعني. ما بدنا نسمع منك ولا كلمة. كل شيء توضح بالنسبة لإلنا. أوما، العرس لازم يصير بأسرع وقت ممكن. بس شو مشان إنه بلكي ابنكم ما حبها لفدية؟ هو لسه ما شافها لبنتي. كوشاليا، كبارية العيلة هن اللي بقرروا هيك أمور، ومستحيل حدا يشوف بنتك فدية وما يحبها. بنتك مثل الملاك، لازم تجهزوا حالكم من هلأ لعرس فدية. إن شاء الله بضل بخير. تخيل يوقف قدام الكل وقال إنه بنتي رح تصير كنته، وقال كمان خلصنا إنه عمي، هالشي ما بصير، في شي غلط. شو صار لك فدية؟ اللي صار اليوم كان مثل الحلم يا أمي. أنا حاسة حالي مثل اللي سرقت حلم وحدة تانية وأخذت منها سعادتها وحلمها ومستقبلها. ماما، الحكيم هو يلي كتب اسم شالوه، والسيد ومدامته أجوا لحتى يشوفوا شالوه، فكيف فتت على الخط؟ كيف هيك بصير؟ أنا مالي عرفانة كيف صار فدية؟ هيك. وكمان هن شو بيعرفوا عني لحتى يجوا يخطبوني؟ هن شافوني بس مرة، يعني من مرة واحدة قرروا إنهم يخطبوا. أمي، قلي لي أنا شو رح يصير فيني بس يعرفوا الحقيقة عني؟ شو رح يصير؟ قولي. ما تكوني جد بكل هالقد، الرجال شايف نص الدنيا، وإذا أخذ هذا القرار فهو أخذه بعد ما فكر كتير منيح. رادة مع حق. لا أمي، لا، لأنه صاحب الحق لازم ياخد حقه، كل الأديان بتقول هالشي. حرام الواحد يسرق حق غيره. أنا رايحة قل له للسيد إنه أنا ما بستاهل كون عروس لأبنه ساهر أبداً. ماما صدقيني أنا ما بصير أخذ حق غيري. أنا رايحة لعنده. فدية، فدية واقفي. فدية لا تتهوري. سيد رجاف، بترجاك تلغي العرس فورا. أنا ما بستاهل إني كون كنتك. أنا ما بستاهل كون عروس لساهر. أنتوا ما بتعرفوا عني شيء أبدا. هو عريس شالوم، مو أنا مستحيل وقف في طريق سعادتها. مشان الله تلغي العرس فورا، هذا غلط كبير. بترجاك يا سيد رجاف، أنا بترجاك. وما بتعرفي هلأ إنه أثبتت لي فدية إنه قرارنا هو الصحيح. هالبنت عندها عفة وعزة نفس كبيرة. فدية، يمكن ما تشوفي حالك مناسبة لتكوني عروس لابني ساهر، بس أنا بعرف إذا في وحدة بتناسب ابني فهي على الأكيد راح تكون أنت يا فدية. فكري منيح. صحيح اسمك ما كان بقائمة البنات اللي أعطانا إياها الحكيم وقتها، وما حدا حكى معك وما أجينا نشوفك، بس كان قدرنا إنه نلتقي فيك وصار اللي صار. صدقيني هالشي ما كان بإيد حدا، هالشي هذا كله كان مقدر لنا. القدر هو اللي بقرر، ودائما مصيرنا يا بنتي بإيد القدر. شو بدك تعملي؟ إيه بنتي؟ ها؟
ربك وحده اللي بيجمع البشر، وكل إنسان رح يلاقي نصيبه، وشالوق أكيد رح تلتقى بشب يناسب حياتها. خلص حاجة تفكري بهالموضوع بنتي، وروحي على البيت. شنو؟ وصل فدية على البيت. تفضلي. أنا بعرف روح لحالي. ما بيصير تروحي لحالك، تعالي أنا بوصلك. ما صدقت إني لقيتك من وقت ما شفتك هديك الليلة، عرفت إنك خلقتي لأخي ساهر. صدقيني أخي ساهر حدا كتير طيب. هلأ قلبي صار مطمن كتير ومرتاح. هالبنت هي مناسبة كتير لعائلتنا، وهي جوهرة حقيقية عن جد. الله يحميها يا شبابا. بس يا أمة، برأيك بصير هالشي اللي عم نساويه معها؟ لأنه هي ما بتعرف شي عن عيلتنا ولا عن ساهر حتى. فدية؟ بصراحة أنا وزوجي كان بدنا نقلك شي، بس ما عنا الجرأة نقلك يا وجها لوجه. مشان هيك زوجي بده ياكي تقري هالرسالة. بس أنا ما في مشكلة، ما في داعي تقريها هون. روحي على البيت وقريها على مهلك، وساعتها بنتي شو ما كان قرارك نحن رح نقبله، وإن شاء الله ما يصير إلا الخير. ما تخافي، كل شي رح يكون منيح. فدية، بتمنى لك السعادة. بنتي في لحظات ما بتنتسى من حياتنا، مثل لقائنا فيكي أول مرة بالصدفة. بهديك اللحظة حسيت إنك العروس المناسبة لابني ساهر، سواء حبيتي ساهر أو لا، فهذا الشي بيرجع إلك. ولحتى نكون واضحين معك، رح خبرك شغلة عن ابني. يا ربي، أعطيني إياها. يا ربي، لكن محت على الأخير، ما بقى فيني أقراها. طيب يلا أقري اللي فيكي تقري. طيب هاتي. لهيك أنا حبيت إنه تكون عروسة ابني من هذا المكان بالذات. بالبداية ساهر ما كان موافق يتزوج من هون، بس بعد ما تعرفنا عليكي حسينا إنك الوحيدة اللي رح تساعدي، لهيك فكرنا نزوجكم. والحياة يا بنتي بالنهاية اسمه ونصيب، والحمد لله بالنهاية ساهر قبل الزواج. وبعد ما عرفتي كل شي القرار صار بإيدك. إذا وافقتي تعالي على المكان اللي التقينا فيه أول مرة وتعرفنا عليكي، وإذا شفناكي فرح نعرف إنك وافقتي على الزواج من ابني، وإذا لا ما في مشكلة. فدية، شو قررتي هلأ؟ ما بعرف، يعني ما قدرتي تقري أهم جزء بالرسالة. أكيد في شيء مهم كتير كان السيد رقابته يقلي إياه عن ابنه ساهر. ليكي، شو ما كان الناقص ما بعتقد شيء مهم كتير. يمكن كان السيد ساهر ما بده بالأول يتزوج من بنت ضيعة، بس هلأ وافق، شو بتفرق معك؟ كمان أنت حبيتي ساهر مو هيك؟ شو قررتي هلأ؟ بدك تروحي ولا لا؟ ما اجيت، معناته جوابه هو ايه. يا بنتي، يعني وافقتي؟ آه.
الحمد لله. الله يرضى عليك. أنا كتير مبسوط اليوم يا بنتي، مالي مصدق. أنا رح أروح هلأ، ماما بتكون عم تستناني بالبيت. إيه بنتي براحتك. فدي استني، خدي هاد، الجو بارد. ما بقدر. هاد الجاكيت بيكون لساهر، خديه البسي. بس ليكي لازم ترجعي لي اياه، لانه هذا جاكيته المفضل، واخي بحب هذا الجاكيت كثير، وما حدا بيلبس هذا الجاكيت غير هو والناس اللي بيحبهم. والله انا ما عم صدق اللي عم بيصير، وكأنه كل الأحلام رح تتحقق دفعة واحدة. المدام كان معها حق، بنتي فدية جوهر حقيقية. بنتي شفتي شي سيد ساهر؟ قولي. لساتني بتذكر شغلات كتير صارت زمان، بتذكر كنتوا تلعبوا مع بعض من زمان. تعرفي وقتها كان ساهر ولد ذكي كتير، وكان يضايقه لأبوكي من كتر ما كان يسأله كل الوقت أسئلة. وكان أبوكي يقله أنت لساتك ولد صغير بس عقلك كتير كبير. وبتذكر لعبة كمان اسمها الأمير والجندي، كان ساهر يحب يلعب دور الأمير، والأمير اللي رجع بعد ما فتح مملكته كان يصوب سيفه اتجاهك ويقول لك فدي يا اميرتي رح اجي، رح اجي واخذك معي عدلهي. واليوم رح ينفذ الوعد اللي وعده. الله يخلي لي اياك يا رب، الله يرد العين عنك. بس عيني ما رح تغيب عنا، أنا بورجيكن والله لخلي فرحكن يقلب حزن بأسرع وقت. لازم فكر بخطة ذكية مضمونة. لك يلا يا أخي خفة شوي، لك بدنا نحضر المسرحية، وإذا تأخرنا ما بيضل بطاقات بتروح علينا المسرحية. وإنت ليش خايف بخصوص البطاقات؟ ما أنا معك، ما في داعي لتنق. يلا يقطع عمرك إن شاء الله، ما أنا كمان بحب المسرح بس مو مثلك واحد مهووس.